من خليف يعني عاود وليت لك. كاينه حاجه لازم تعرفيها، ما تسمحي لحتى واحد ما ملي يطلبوا منك سماح. اوكي مصحتي لي زاتا كونجستيف حقك تربحيهم، اختو شوفي حد قيسيهم وين هما ما يحبوش يتقاسوا. حنا موالفين بالعنف والاخر وهادي كنا هضروا ما نديروا والو، عندك الحق بلاك تغلطي. لي زافوكا تاوعك لم يقول خلصوا لها لي زافوكا، واحد ما يقدر يخلص لها حتى ابوكا. انا نقول لكم علاش، باسكو لو كا تاعها الي سيغ ومربوح. اوكي دونك لي زافوكا دو موند هما اللي يجيو ليها، هي اللي تخير لافوكا اللي تحب. لي زافوكا هما اللي يجيو ليها ويقولوا لها حنا نجيبوا لك حقك، هذه يقولوا لها نو وين نو في، وما تخلص حتى دورو لا الدوله الجزائريه لا حتى دوله. وشنو لازم تي ديبوزي بلانت، وما تطلقي حتى واحد حتى واحد، بداي بالكبير وحطي حطي حطي واللي يطلب منك ساتلمنت قول له ما نديرش ساتلمنت. اوكي كاين واحد العبد يقول لك ساتلمنت زعما نطلبوا منك سماح نعطيو لك حاجه، نو ما تقبليش ساتلمنت. طلبي 500 مليون للواحد، ماشي 500 مليون تاع الجزائر، نو 500 مليون دولار. تمكنت البطلة والملاكمة الجزائرية إيمان خليف من إهداء الجزائر أول ميدالية ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024 بعد فوزها أمام منافستها المجرية لوكا هاموري في فئة أقل من 66 كيلوغرام، وضمنت الملاكمة الجزائرية تأهلها لنصف نهائي الملاكمة ضمن منافسات الأولمبياد بكل سهولة بعد أن قدمت مردودا قويا لم تقوى المنافسة على مجاراته. وحققت البطلة الملاكمة الجزائرية من خليف الفوز في الجولة الأولى بنتيجة 5-0، كما جددت تفوقها في الجولة الثانية بنفس النتيجة. لكن إيمان خليف وبعد نهاية الجولة والمباراة وإعلان فوزها انهارت بسبب الحرب النفسية والضغط النفسي الذي عاشته. نعم غادرت إيمان خليف الحلبة وهي بالدموع وغرورقت عيناها، ولكم أن تتخيلوا حجم الأذى النفسي الذي تعرضت له الجزائرية إيمان خليف التي لم تكن تتنافس في الأولمبياد من أجل الميدالية فقط، بل وجدت نفسها أمام منافسة أفكار مجتمع غربي حقير. ونحن بدورنا نقول لك دموعك غالية يا بنت الجزائر، وإلى الأمام كما قال لك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي هنأك بما حققته في أولمبياد باريس، وكنت قد شرفت الجزائر والمرأة الجزائرية. وختم في تغريدته يقول لك إلى الأمام يا إيمان، وإلى الأمام يا بنت الجزائر، وتحيا الجزائر عقبال الميدالية الذهبية، وأن نسمع نشيد قسما يدوي في سماء باريس. أنا فخورة جدا بالتتويج خصوصا بلد الجزائر هنا في باريس. حضرت تقريبا 8 سنوات وأنا حاضر لهذا الأولمبياد، الحمد لله اليوم كنت في الموعد وربحت بالمقابلة، فزت بالمقابلة. إن شاء الله مقابلة ثانية وإن شاء الله التتويج كذلك. أود أن أشكر العالم كله من بيان سبور. إيمان 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 فزتي في الميدان وكسبتي تعاطف كل الشعب. نعم هذه قضية تمس كرامة وشرف كل مرأة أو كل أنثى، أن الشعب العربي كله يعرفني منذ سنوات وأنا ألاكم في الاتحاد الدولي الذي ظلمني، ولكن أنا عندي الله. الله أكبر. الله أكبر. شكرا. من خليف يعني عاود وليت لك، كاينه حاجه لازم تعرفيها،
ما تسمحي لحتى واحد ما ملي يطلبوا منك سماح. اوكي مصحتي لي زاتا كونجستي باسكو تربحيهم اختو شوفي حد قيسيهم وين هما ما يحبوش يتقاسوا. حنا موالفين بالعنف والاخر وهادي كنا هضروا ما ندير والو. عندك الحق بلاك تغلطي لي زافوكا تاوعك لم يقول خلصوا لها لي زافوكا. واحد ما يقدر يخلص لها حتى ابوكا. انا نقول لكم علاش باسكو لو كا تاعها الي سيغ ومربوح. اوكي دونك لي زافوكا دو موند هما اللي يجيو ليها هي اللي تخير لافوكا اللي تحب. لي زافوكا هما اللي يجيو ليها ويقولوا لها حنا نجيبوا لك حقك. هذه يقول لها نو وين نو في وما تخلص حتى دورو لا الدوله الجزائريه لا حتى دوله. وشنو لازم تي ديبوزي بلانت وما تطلقي حتى واحد حتى واحد. بداي بالكبير وحطي حطي حطي واللي يطلب منك ساتلمنت قول له ما نديرش ساتلمنت. اوكي كاين واحد لعبت يقول لك ساتلمنت زعما نطلبوا منك سماح نعطيو لك حاجه. نو ما تقبليش ساتلمنت. طلبي 500 مليون للواحد ماشي 500 مليون تاع الجزائر. نو 500 مليون دولار. أنا فخورة جدا بالتتويج خصوصا بلدي الجزائر وهنا في باريس. حضرت تقريبا 8 سنوات وأنا حاضر لهذه الأولمبياد. الحمد لله اليوم كنت في الموعد وربحت بالمقابلة فزت بالمقابلة. إن شاء الله مقابلة ثانية وإن شاء الله التتويج كذلك. أود أن أشكر العالم كله من بيان سبور. إيمان 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 فزتي في الميدان وكسبتي تعاطف كل الشعب. نعم هذه قضية قضية تمس كرامة وشرف كل مرأة أو كل أنثى. أن الشعب العربي كله يعرفني منذ سنوات وأنا ألاكم في الاتحاد الدولي الذي ظلمني. ولكن أنا عندي الله. الله أكبر. الله أكبر. شكرا. Bravo Iman Khalif, bravo, c'est vraiment très très difficile, surtout après où je serai avec. Avec un billet, il faut être très très puissant là, mentalement pour que tu puisses faire où je t'ai fait. Bravo à tes sahas et charftina. والله فرحانة تصف كنا صح كنا متخوفين شوية ونعرف بلي عليها لابريسيو وكان الدوزيام بارتي هذه شوية كنا متحسين لها بزاف ودرنا ألف حساب والحمد لله الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي أول ميدالية في الملاكمة النسوية في تاريخ الجزائر. الحمد لله هذا إنجاز والعاقبة إن شاء الله الميداي دور. إيمان خدمت بالبلون تكتيك اللي عطاها الشيخ شعوة محمد تبقاتو بحذافيري بوكسون ديستونس استعملت يديها يعني اعتماد على يديها ليطوال لكاليتي فيزيك تاعها والحمد لله العاقبة الميداي دور إن شاء الله. نشكرها وما خيبتنيش ظني ودعوتي ما راحتش هكا وتعبها ثاني ما راحش هكا الحمد لله يا رب. ونشكر